في فخر وإنجاز جديد، كرمت المهندسة السعودية أمل العيسى بمؤتمر تمكين المرأة، المرأة تمكين وتميز، ضمن حفل تكريم ملهمات الوطن. فمن الضروري جدا أن نتحدث عن دور المرأة السعودية اليوم في ثورة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. يسعدنا أن تكون معنا في الاستوديو لنتحدث أكثر عن تحقيق المرأة السعودية وتمكينها في هذا المجال، المهندسة أمل العيسى، خبيرة الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. أهلا وسهلا بك مهندسة أمل، شكرا لاستضافتي اليوم. يعني سعيدين جدا بوجودك معنا عشان نتحدث في هذا الموضوع اللي البعض يراه موضوع صعب جدا للسيدات تحديدا، الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات والبيانات المرئية والنصية. فكلمينا بشكل موجز عن هذا التخصص. صحيح، وعادة كعادة المرأة السعودية يعني أبرزت تفوقها في كافة المجالات. نعم. ومثل هذا المجال الدقيق يعني لم يصعب عليها والله الحمد. من الأسماء البارزة فعلا برزت في محليا وعالميا وحتى وعلى المستوى العربي أسماء كثير، منها على سبيل يعني المثال الدكتورة خلود المانع، كمن أشهر المؤثرين في السوشيال ميديا في مجال الذكاء الاصطناعي عالميا. نطلع مثلا محليا أو على مستوى العربي، في آخر تقرير أصدر لمجلة الـ MIT Technologies ريفيو بأن احتلت المرأة السعودية 4 مقاعد ضمن 30 شخصية مؤثرة في الذكاء الاصطناعي. على مستوى محلي ومستوى الشرق الأوسط، الدكتورة فاطمة باع عثمان من أول المتخصصين في الذكاء الاصطناعي. ففعلا المرأة السعودية أثبتت قوتها وظهورها في كافة المجالات في أدقها وأصعبها أيضا. صحيح. في منتدى دافوس 2016 أطلق مصطلح الثورة الصناعية الرابعة على عالم الذكاء الاصطناعي، لين وين راح تقودنا هذه الثورة مهندسة أمل؟ صحيح فعلا، أطلق في عام 2016. يمكن عشان نفهم مفهوم الثورة الصناعية الرابعة نحتاج نذكر شوية إيش هي التقنيات تحتوي عليها هذه الثورة. أولها وأهمها الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي بمفهومه البسيط هو قدرة أي سوفتوير أو برمجيات على التعاطي بالكيفية التي يتعاطى فيها العقل البشري والذكاء البشري في خصائصها، سواء إصدار ردات الفعل، الاستنتاج، التحليل. هذا من ناحية الذكاء الاصطناعي وأهم مكونات الثورة الصناعية الرابعة. من مكوناته أيضا البلوك تشين، وهي قدرة اللامركزية على معالجة البيانات وتخزينها. منها كمان IoT إنترنت الأشياء، اللي هي قدرة الأجهزة على التفاعل مع بعض. منها الفيرتشوال رياليتي والفيرتشوال أوغمنتيشن، الواقع الافتراضي والواقع المعزز. وآخر هاي الطابعات ثلاثية الأبعاد، واللي قادرة على إحداث ثورة صناعية في المواد التي تستخدمها والطريقة التي تتعاطى معها في عملية الصناعة. وهذه هي أبرز المكونات الثورة الصناعية الرابعة. يمكن أهمها وأبرزها حاليا قاعد نشوفها هي الذكاء الاصطناعي وقدرته على أنه يدخل في كافة التخصصات، مو فقط الصناعية، في الطب، في قيادة السيارات، وهذا النوع من التقنيات اللي تحتاج. وفي التعليم كمان اليوم قاعدين نشوفها. صحيح، وفي التقنيات اللي تحتاج إلى قدرة عالية على التفكير وقدرة عالية على التعاطي مع المعطيات الغير متوقعة. من أهم ميزات الذكاء الاصطناعي هو ليس سوفتوير عادي أو برمجية عادية، هي برمجية تتعلم بنفسها، ففي كل مرة تبهرنا بأنها قادرة على التعاطي مع المعطيات والمؤثرات الخارجية بطريقة مختلفة، وكأنها عقل بشري يفكر في كل مرة كيف يتعاطى مع الخطوة القادمة وكيف يتنبأ بالخطوة القادمة.